السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً أصدقائنا المشاهدين الكرام اللي تابعونا على شاشة قناة الريان الفضائية في برنامجكم برنامج الأصدقاء، الحلقات الخاصة هني في معرض الكتاب نسخته 33. وأكيد برحب بالأصدقاء الموجودين. أهلاً وسهلاً أصدقائي، أهلاً وسهلاً، اهلا وسهلا يا ذكي. اهلا وسهلا بك يا محمد، وطبعا اعيد واكرر التحيه للاصدقاء المشاهدين الذين يشاهدون هذه الحلقه مباشره على قناه الريان الفضائيه. نحن معكم اليوم في اليوم السادس من الايام الخاصه بمعرض الكتاب هنا من دوحه الاطفال، وسنبقى معكم حتى اليوم العاشر ان شاء الله. يوم السبت هي اخر حلقه من هنا من معرض الكتاب، ونحن بانتظاركم هنا في مسرح دوحه الاطفال. اهلا وسهلا بكل الاصدقاء. أهلاً في البدايه وسهلاً. اهلا وسهلا، جاهزون للتحدي؟ جاهزين. محمد محمد محمد، لا تعرفون بانني انا احب الضجيج، احب الضجيج، اذا قولوا لي هل انتم مستعدين؟ اعتقد ان الاصدقاء مستعدون. معكم ارقام؟ وين الارقام؟ اشوف الارقام. اين الارقام؟ اين الارقام؟ اشوف الارقام، ارقامكم طبعا يا محمد. الكل واحد حصل على رقم، واليوم الارقام هي باللون الازرق، وهذه الارقام كلها موجوده معنا هنا. سنسحب بعد قليل الارقام لمن يشاركون معنا في التحديات، ونذكر بان الهدايا اليوم مقدمه من هنا من دوحه الاطفال. سنبدا مباشره يا محمد لان الاصدقاء متحمسون للبدايه. اكيد الاصدقاء جاهزين. يلا تفضل. يلا إذا سنبدأ بسحب الرقم الأول. يلا بسم الله. الرقم الأول 10. الرقم 10. يلا تعال بطل. يلا الرقم الثاني، من معه رقم؟ من معه رقم؟ أفضل. أي رقم؟ أي رقم؟ 1 1 14 18. أهلا بك يا عمر. 31 32 23 18 38. أما الرقم الموجود معي هنا فهو 33. ها 33 وينه؟ 33. 33. أهلاً أهلاً. يلا تفضل. يلا. You don't know Arabic? It's okay. What can we do? What can we do? It's okay. It's okay. يلا. لحظة لحظة. أنت عارف أيوه. تعرف على الأصدقاء؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أخبارك؟ طيب. شو اسمك أنت؟ منيف. ها؟ منيف. منيف، منيف كم عمرك؟ 6. 6 سنين، العمر كله. ايش رايك في معرض الكتاب؟ حلو. حلو، اول مرة تجي هني معرض الكتاب؟ لا. ها؟ كل يوم. كل يوم تجي معرض الكتاب؟ يعني هاي مش أول مشاركة لك. طيب بس لكن أول مشاركة لك هني في برنامج الأصدقاء. إيه. أتوقع بتفوز على الصديق اللي موجود معانا؟ إيه. إن شاء الله، بالتوفيق حق كل الأصدقاء. بالتوفيق، خلينا نتعرف على صديقك يا ذكي. يلا، مرحبا. مرحبا. هلو. مرحبا. كيف الحال؟ الحمد لله. ما اسمك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن، كيف الحال يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن، انا عرفت بانك لا تتحدث العربيه، صح؟ You speak only English? A little bit of Arabic. Yeah, I know. You know a little bit of Arabic? Not so much. Not so much. So, tell the friends here what is your name? Abdul Rahman. How old are you? 8. 8 years old. And you are here to? To participate with our program. What did you do? To get some books to learn. إذا عبد الرحمن هنا هو موجود في معرض الكتاب لكي يشتري بعض الكتب. هل اشتريت كتب؟ Did you buy any? Still no, I cannot find. You didn't find till now, but you will find, okay? إذا عبد الرحمن حتى الآن لم يشتري أي كتاب يا محمد، ولكنه سيبحث أكثر وأكثر، وطبعاً معرض الكتاب هو موجود حتى يوم السبت إن شاء الله. عبد الرحمن، do you want to participate today with us? Do you think you will win? What? We don't know till now. Okay. There is a game, and if you win, you will take a gift with you. Do you think you will win? Maybe. Let's see. يلا محمد. سنبدأ مع بعض في التحدي الأول. ما رأيك بأن نبدأ بالتحدي وهو حرف ورقة؟ يلا أوكي. Do you know the letters in Arabic?
ألف ألف We will help you, we will help you. It's okay. Do you know the Sudoku game? Anyway, I will help you. Sudoku. يلا. أوكي. إذن يا محمد اشرح هذا التحدي. أوكي أصدقائنا عندنا الأرقام من 1 إلى 4 والرقم لازم ما يتكرر لا أفقيا ولا عموديا أوكي؟ من 1 إلى 4 والرقم لازم ما يتكرر لا أفقيا ولا عموديا. أوكي؟ أكمل يا محمد. خلاص أنت. انهيت؟ أنا أترجم فقط لعبد الرحمن. اوكي اذا سنبدا الان مع الصديق تفضل منيف يلا عدوا معي على عد الاكسير 3 2 1 يلا انطلقنا اذا you have the numbers from 1 to 4 كم الرقم عندنا من 1 الى 4 3 and 2 حرف السين 1 2 3 4 بس this is the letter سين يعني 4 3 and 2 كم الرقم اللي لازم تكون you have only from 1 to 4 لا 4 you cannot repeat the number قول في المايك 4 خلينا نشوف جاء 4 4 you see do you know now how to play yes. يلا حرف التاء 4 عبد الرحمن جاهز برافو يلا لنتابع حرف التاء تعال يلا هنا يا عبد الرحمن يلا حرف التاء 1 تاء 2 and 3 what do you have which number باقي 1 2 3 باقي 4 قول جواب ساعدوا كم الرقم اللي باقي؟ نو وي هاف ذا 3 كم الرقم اللي باقي؟ لازم الرقم ما يتكرر ها؟ كم الرقم؟ يو هاف اونلي فروم 1 تو 4 4 يقولون لك يو كانت ريبيت ذا نمبر جواب سو ثلاثة لا مو ثلاثة ويتش نمبر وي ستيل هاف عندنا 1 و2 و3 كم باقي؟ 4 ما يصير عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن يلا عبد الرحمن يو كان انسر اي رقم؟ 4 او 4 حرف التاء يا اسكر عبد الرحمن يلا عبد الرحمن حرف الجيم عندك 3 و2 و1 كم بعد 4 3 جيم 4 شا اوكي جاوب جيم 4 جيم 4 ايوه يلا شين عبد الرحمن عبد الرحمن يلا عبد الرحمن شين 2 - 1 1 عبد الرحمن قال 1 ايوه اوكي يلا حرف الخاء يلا حرف الخاء ابقى هكذا 1 + 1 زي لايك ذس 1 + 1 حرف الخاء 2 2 يلا الان معي عبد الرحمن يلا عبد الرحمن حرف الصاد هير صاد لوك وي هاف 1 2 3 and 2 4 لاوزي لا سي كلاو 4 نعم يا عبد الرحمن يلا حرف الراء برافو عبد الرحمن يلا تابع اي حرف الراء كم عندنا 2 1 2 و4 لا لازم ما يتكرر حرف الراء حرف الراء هنا 1 + 2 راء and 4 ايه قول ثلاثة راء ثلاثة نو لوك ثلاثة يلا The last one عبد الرحمن يلا عبد الرحمن زي 2 4 كم 2 3 1 ساعدوه باللغة الإنجليزية بالإنجليزي قولوا له كم أي رقم بالإنجليزي أي رقم 3 listen to the question 1 أيوة 1 ألف مبروك يا عبد الرحمن إذا صفقوا لي عبد الرحمن ولي صفقوا لهم يستاهلون منيف تفضل This is for you ألف مبروك يا حلوين باي باي عبد الرحمن محمد الآن ننتقل إلى تحدي جديد أكيد تحدي جديد وخلينا نسحب من القرعة من جديد يلا لنرى من سيشارك معنا أي رقم يا ترى 13 22 37 18 30 1 34 31 32 أما الرقم فهو 30 أهلا وسهلا تفضل يلا الرقم الثاني ما هو الرقم الثاني يا ترى؟ من يريد أن يلعب معنا الآن؟ من يريد أن يشارك بهذا التحدي لنرى؟ بسم الله رقم 9 16 29 27 26 25 وين 25؟
اهلا وسهلا. اهلا اهلا تفضلي. يعني تبدأ يا محمد تفضل. السلام عليكم. السلام. اخبارك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ سناء. 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 سناء كم عمرك؟ 10. 10 سنين عمرك كله. سناء اليوم موجودة في معرض الكتاب. شو رايك في معرض الكتاب؟ حلو. ودوحة الاطفال المكان اللي احنا موجودين فيه. اكثر قسم من الاقسام الاربعه اللي عجبتك هني؟ يعني عندك هاي النشاط البدني وانك تصيرين دكتوره، هناك السفر الى الفضاء، وهني الفنون البصريه، هناك اكثر قسم عجبتك؟ الفنون البصريه. الفنون البصريه تعلمتي دخلتي داخل؟ لا. وتدخلين ان شاء الله بعد البرنامج؟ ان شاء الله. واليوم انت مشاركه يا سناء معانا في البرنامج، توقعين تفوزين؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا رب بالتوفيق. خلت اعرف صديقتين. اهلا وسهلا. مشاركان نفس الرقم. اوكي. مرحبا، ما اسمك؟ بيرلا. بيرلا، اهلا وسهلا بك يا بيرلا. من وين انت يا بيرلا؟ لبنان. من لبنان ايضا. اهلا وسهلا بك يا بيرلا. وانت؟ زوي. زوي، اهلا وسهلا بك يا زوي. زوي انت شقيقة بيرلا؟ ايه. شقيقتها انت؟ اختها؟ ايه. اهلا وسهلا بزوي وبيرلا. محمد، زوي وبيرلا يشاركان نفس الرقم الان. اوكي. وسيشاركان نفس الهدية ايضا، صح؟ تتشاركان الهدية؟ يلعبون مع بعض بعدين. ايه. صح؟ تاخذوا نفس الهدية الآن، بتشاركونها مع بعض في البيت؟ تلعبون بها مع بعض؟ صح؟ إيه. اوكي، إذا يا محمد معي بيرلا وزوي. زوي. سيلعبان معي، وأنت ستبدأ بالتحدي مع سناء. تفضلي. تفضل إلى هنا، تعالي يا بيرلا. تعالي. بيرلا وزوي. أما التحدي معك يا محمد فهو الغاز. الغاز. يلا. يلا. الغاز من عندك. هذه الأسئلة. شكرا. شاطرة في الرياضيات ولا مو شاطرة في الرياضيات؟ أكيد. في المات. ماينس. مش لازم. قسمة لا. ها؟ قسمة لا. قسمة لا. خلينا نشوف. خلينا نشوفك بس عشان الكاميرا تشوفك. أيوه. شكرا. السؤال يقول لك. في يوم من الايام، بصوت اعلى يا محمد، في يوم من الايام كان عندنا، كان معاك يا صديقتنا سناء 700 ريال، تبرعتي للمحتاجين ب 200 ريال واشتريتي لعبه ب 300 ريال، لكن هاللعبه عليها خصم 50 ريال، فكم المبلغ اللي دفعتيه؟ مره ثانيه، كان عندها 700 ريال وتبرعت للمحتاجين ب 200 ريال، 450. واشترت لعبه ب 300 ريال. حلو؟ كم صار المجموع؟ 450. وعليها خصم 50 ريال. لا 450. لا. غلط اجابة. ما اعرف. ها. هل عندك 700 ريال؟ خصم 50 ريال، مو بخصم 50%. يلا ساعدوها. اوكي بقول لك الاحتمالات. 250 او 70 ريال او 540. ساعدوها. يلا ساعدوها. كان عندها 700 ريال، حلو، وبعدين شرت 200. كان معها 700 ريال، تبرعت للمحتاجين ب 200 ريال واشترت لعبه ب 300 ريال، ولكن كان عليها خصم 50 ريال. 250. ها. 250. اخر اجابه. ماذا تعتقدون، الاجابه الصحيحه ام لا؟ من يقول نعم؟ من اللي يقول نعم يرفع يده. من يقول صح؟ من يقول خطا؟ من اللي يقول خطا يرفع يده. اللي يقول خطا. طيب ما هي الاجابه الصحيحه الاصدقاء؟ ما هي الاجابه الصحيحه؟ شنو كم الاجابه الصحيحه؟ 250. 250 ريال. يقولون بان الاجابه هي 250 يا محمد. والاجابه هي صحيحة. اجابه صحيحه. المبروك المبروك يا سناء. ليش ترددتي في البداية؟ ها؟ بالعكس كانت إجابتك صحيحة من البداية، ولكن أول شيء جابتي 450. ألف مبروك يا صديقي. طبعا يا محمد، أذكر بأن الهدايا هي تقدمة دوحة الأطفال بيرلا وزوي. زوي. لنرى يا بيرلا ويا زوي إذا كنتما ستشاركان وستفوزان. يلا يا محمد، المسابقة هي أحسب وأكسب. أوكي. أوكي؟ يعني سنرى بعد قليل. انظري هناك يا زوي، سنرى بعد قليل. ظهرت على الشاشة. انظروا على الشاشة. اوكي بيرلا اذهبي الى محمد. تعالي بيرلا. بيرلا اذهبي الى محمد. روحي عند محمد. سامي كيف زوي ستبقين معي هنا؟ جميل. هلا وسهلا. تعالي.
إذا الآن يا محمد ويا أصدقائي ستساعدون زوي وبيرلا. كيف ستساعدونها؟ عليكم أن تعرفوا سعيد، سارة، لولو وغانم معهم بعض الأموال في هذه الحقائب ويريدون شراء الفاكهة. لنرى سعيد ماذا سيشتري، سارة، لولو وغانم ماذا سيشترون. فهمت يا زوي؟ إذا معك سعيد معه مصاري، بدي نشوف شو بدي يشتري. تمام؟ يلا ثلاثة اثنين واحد يلا. يلا سعيد شو كم بياخذ؟ كم معه سعيد؟ قديش معه سعيد؟ 2 بلس 2 واحد 1 2 3 4 5 6 ميلي ووتر ميلي ووتر ميلي. جاوبت جاوبت قالت الوتر ميلي. ماذا يا بيرا ماذا يشتري؟ ووتر ميلي. ووتر ميلي أو بطيخ لنرى. لا صح يا جماعه، 2 4 2 6. لا هناك خطا ولكن اجابه بيرلا هي الصحيحه، خطا تقني. اوكي يلا يلا الاجابه الثانيه. ساره ماذا ستشتري؟ ساره كم لديها؟ تميتا. جمال 10 12 13 14 14 ماذا تشتري؟ هذا الفوق 14 رمان. قولي لي رمان صوت عالي او 14 صوت عالي. جمال اكيد جاوبك. قولوا لها شنو انت؟ اي واحده ساعدوها ماذا تشتري ساره؟ رمان زوي 16 ها 14 ماذا تشتري؟ اسمعي اسمعي ستشتري رم. ايش اسمه؟ رمان ايش اسمه؟ رمان توميتا. رمان وليس توميتو، رمان. طبعا رمان الاجابه الصحيحه. ننتقل الى لولو. يلا لولو. لولو كم لديها؟ كم لدى لولو؟ رمان. لا انظري لولو، هذه لولو، هذه لولو لديها خمسة سبعة ثمانية تسعة عندها فكرة. تسعة ريالات ماذا تشتري؟ فور أم برتقال؟ تسعة أكيد جاوب. أم برتقال ماذا تشتري لولو؟ شنو؟ ماذا تشتري الخوخ أم البرتقال؟ خوخ قولي خوخ. لولو خوخ. الخوخ يلا. الإجابة الأخيرة لغانم صحيحة. ماذا سيشتري غانم؟ برتقال. انظر إلى الكاميرا كي نستطيع أن نرى وجهك. برتقال. ماذا؟ برتقال. برتقال برتقال طبعا برتقال سيشتري غانم أو باللبناني ماذا نقول برتقال؟ ليمون صح؟ يلا ألف مبروك لبيرلا ولزوي. سأعطيكم هذه بما أنا أما محمد بما أنها هدية مشتركة، ما رأيك أن أعطيهم هدية كبيرة؟ ها؟ هدية مشتركة واحدة كبيرة. أوكي أكيد. أوه تعالي. يلا هذه لزوي، اذهبي واحملي معها الهدية. هذه لزوي وبيرلا هدية شكرا. مشتركة. صفقوا لزوي وبيرلا. يلا روحي معها. ألف مبروك يا زوي وبيرلا. انتبهي يا بيرلا، انتبهي يا بيرلا. أصدقائنا طبعاً وصلنا إلى فقرة فاصل، خلوكم معانا ولا تروحون بعيد، مستمرين معاكم في الفقرة الثانية. إحنا راجعين. يلا وسهلا بكم من جديد. عدنا لمتابعة البرنامج. حلقة هذا اليوم هي الحلقة السادسة وعدنا لمتابعتها معكم الآن. طبعا أنا موجود هنا على مسرح دوحة الأطفال وسنكون موجودين هنا يوميا حتى يوم السبت 18 من شهر مايو شهر 5. إذا أصدقائي إذا لم تأتوا اليوم تعالوا غدا أو حتى يوم السبت، معكم فرصة من اليوم حتى يوم السبت يوميا من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة عصرا. ولكن أنا كان معي محمد قبل قليل وكل يوم محمد في هذا الوقت يذهب إلى قسم جديد في دوحة الأطفال. هل تعرفون أين هو محمد؟
ما رأيكم أن ننادي محمد؟ يا محمد بصوت أعلى. أهلا وسهلا يا صديقي ذكي، أنا إلى الآن موجود في دوحة الأطفال، مستمر معاكم يا أصدقائي المشاهدين. أنا ذكرتكم كل يوم راح أكون في قسم من الأقسام الموجودة في دوحة الأطفال، واليوم وصلت إلى قسم الفنون البصرية. بداية خلنا نتعرف على العالم اللي موجود عندنا، المعماري المهندس المعماري سنان. سنان الدين طبعا هو ولد في عام 1490، وأهم إنجازاته أنشأ وصمم حوالي 476 مبنى، لين اليوم 196 مبنى موجود عندنا. طبعا نفس ما ذكرناكم كل مبنى من المباني الموجودة في دوحة الأطفال في عالم معين، واليوم وصلنا إلى المعماري سنان الدين. نفس ما تشايفين مشاهدينا الكرام، هذه طبعا المساحة الخاصة للأطفال، أن كل واحد منهم يقدر يرسم شخصيته الكرتونية ويقدر يلونها، فتكون هذه الشخصية الكرتونية هو شخصية الطفل الموجودة. طبعا تقدر أنت تختار الألوان المناسبة وتختار الشخصية اللي تعجبك أنت بشكل عام. نفس ما أنتم شايفين الأطفال هنا يقدرون طبعا نفس مسوين واحد حاط نفس سوبرمان واللي حاطين باتمان، يعني كل شخصية أنت تقدر ترسمها على حسب اختياراتك. وأيضا في الفنون البصرية، في قسم الفنون البصرية يعلمون الأطفال بشكل عام عن العمارة الإسلامية، الفن والعمارة الإسلامية. طبعا هنا تقدر تكتشف كتابك المفضل، طبعا اختيارات قطر تقرأ باللغة العربية والإنجليزية، تتكلم عن الفن المعماري، طبعا الفن المعماري الإسلامي. وهني طبعا هذه اللوحات الهندسية يعلمون الطفل بشكل عام شلون يركز على هذه. نفس ما انتم شايفين هني القطع موجودة، القطع التركيبية يقدر الياهل يركبها، هي عبارة عن مغناطيس. الطفل هني يكون شلون يركز وشلون يتعلم على الفن المعماري بشكل عام. والكثير والكثير طبعا من الأشياء اللي تقدر تتعلمها من الفنون المعمارية، الفنون البصرية، تتعلم عن الفضاء، وأيضا لما أمس كنا في الرياضة، يعني الكثير من الفعاليات في دوحة الأطفال. هذا كل اللي عندي للحين، ولازم أنت عزيزي المشاهد تجي وتحضر في الفنون البصرية، أو تجي بشكل عام تحضر في طبعا دوحة الأطفال وتتعلم أشياء كثيرة في دوحة الأطفال. هاي كل اللي عندي الحين، وأرجع لك يا صديقي ذكي، جايك الحين. عدنا من جديد، شكرا لك يا محمد على هذه الرسالة الجميلة. وطبعا تعرفنا اليوم على مركز الفنون البصرية، وسنعرف بعد قليل معلومات أكثر من محمد، ولكن الآن وصلنا إلى مرحلة سحب أرقام. جاهزون؟ لنرى من معه الأرقام، لنرى من معه الأرقام. الأرقام سنرى أي رقم: 2 26 29 21 28 3. أي رقم يا سورة؟ السلام عليكم يا ذكي. أهلا أهلا بك يا محمد. أهلا وسهلا. هذه الرسالة طبعا اليوم قسم الله. جديد وجميل. اليوم وصلت عند الفنون البصرية واستمتعت صراحة. جميل جدا صح؟ أكيد، وتعرفت على عالم جديد، المهندس المعماري سنان الدين. طيب الآن يا محمد سنتابع مع الأصدقاء ونرى يلا. الرقم الأول وهو الرقم لنرى 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 الرقم الأول 5. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. هلا والله. يلا الرقم فضلك. الثاني تعالي. ما هو الرقم الثاني؟ هو الرقم 18، مش 81. يلا الرقم هو كم الرقم؟ الرقم هو 14 17 13 36 36 26. 26 26. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. خلني اتعرف على الصديقه الحلوه. السلام عليكم، اخبارك؟ خير. شو اسمك انتي؟ ساره. عاشت الاسامي يا ساره. ساره كم عمرك؟ 5 سنين. على الرقم يعني 5 سنين العمر كله. ساره شنو اكثر شيء عجبك في دوحه الاطفال هني؟ اي قسم اللي باللون الاصفر ولا الازرق ولا اللون الاحمر اللي انا كنت فيه قبل شوي، ولا اللون الوردي اللي هناك؟ الوردي. الوردي رحتي هناك؟ ها؟ ولا بتروحين بعد اللقاء؟ ما تدرين ها؟ بس بتفوزين اليوم معانا. تفوزين معانا؟ اي ان شاء الله يا رب. يلا يا محمد لنرى الان. اهلا وسهلا، ما اسمك؟ همس. ماذا؟ همس. همس؟ همس؟ ولكنك اللي انت تتكلمي بهمس الان صح؟ صحيح. إلى صوتك، إلى صوتك الآن صح؟ صحيح. أهلا وسهلا بك يا همس، كيف الحال؟ بخير والحمد لله. همس هذه هذا أول يوم لك هنا في معرض الكتاب؟ لا إنه اليوم الثاني. كل البارحة؟ أي أجل. ماذا، هل اشتريت أي كتاب؟
نعم اشتريت كتابين. كتابين؟ هل يمكن أن تقولي لنا ما هو ما هي هذه الكتب؟ اشتريت كتاب مجموعة من الكتب عن حياة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وماذا أيضاً؟ واشتريت كتاباً تعليمياً عن البلوغ. عن البلوغ. جميل جداً. طيب هل أنت أي نوع من القصص تحبين أن تقرأي؟ أفضل قراءة القصص الواقعية. القصص الواقعية، وهل ما هي آخر قصة قرأتها؟ أكثر القصص؟ آخر قصة؟ يا آخر قصة قرأتها؟ قصة هجرة الرسول. هل يمكن أن تختصر لنا بدقيقة واحدة أو أقل من دقيقة محتوى هذه القصة؟ كانت عن هجرة الرسول وكيف هاجروا إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة المنورة ورحبوا بهم أهل المدينة ترحيبا بالغا. جميل جدا. طيب يلا يا همس، الآن سنبدأ مباشرة بالمسابقات، والأصدقاء جاهزون لمساعدتك. جاهزون؟ جاهزون؟ جاهزون للمساعدة؟ نحن همس بحاجة لمساعدتكم. يلا يا همس. إذا الآن سنلعب لعبة أنت وحظك. تعالي لهنا يا همس. أيوه خلي الكاميرا تشوف. شكرا. تفضلي. أوكي. أنت وحظك يا محمد. طبعا نعيد شرح هذه المسابقة. طبعا لدينا هنا الخانات الأربعة فارغة، وعليك أن تعرفي ما هي الكلمات، وأنت أيضا أن نعرف ما هي الكلمات الموجودة خلف هذه الخانات. السؤال هو يا محمد، أشياء أول ما يقوم، أول ما يستيقظ في الصباح، شنو الأشياء اللي يسويها؟ أشياء أفعلها كل يوم الصبح عندما أستيقظ. أفرش أسناني. يلا بسرعة بصوت أعلى. يلا شنو أشياء هو يسويها الصبح؟ أفرش أسناني. أفرش أسناني. هو صحيح، هذا ما أفعله ولكن غير موجودة هنا. يلا انظري إلى الأصدقاء. جاوبي. أغسل وجهي. أغسل وجهي. طبعا أغسل وجهي ولكن هذا الاحتمال غير موجود. أفطر. أفطر. أكل طعام الإفطار. بصوت أعلى. أكل طعام الإفطار. أحضر أو أكل طعام الإفطار. طعام الإفطار سنعتبرها صحيحة. أعتقد بأن يعني سأعتبر بأن هذه الإجابة صحيحة، لأنني كل يوم صباحا أذهب إلى المطبخ. أيوة صحيح. أوكي الإجابة الأولى، باقي ثلاثة. يلا أوكي يلا انتبهوا جيدا. ماذا أفعل يوميا عندما أستيقظ؟ ذكي جاوبت. قولي. أفتح عيوني. تفتح عيونها. نفتح عيوني. الإجابة صحيحة موجودة. يلا باقي اثنين. ساعدوهم يا أولياء الأمور، ساعدوهم. يلا بسرعة. شو يسوون؟ أغسل وجهي. أغسل وجهي. أغسل وجهي احتمال غير موجود. يا أخي معي جاوبي. أقوم بالرياضة الصباحية. قولي بصوت أعلى. رياضة. أقوم بالرياضة الصباحية. أقوم بالرياضة الصباحية. صحيح. أيوة شطار. أهم شيء في الصباح. آخر شيء. يلا آخر إجابة. لا نساعد. مرحبا يا محمد. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا. محمد أهلا وسهلا بك. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. يلا شيء أفعله كل يوم صباحا. أسلم على أهلي. ما 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 تقريبا. محمد مرحبا. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح النور. خير الحال. بخير تفضل. الحمد لله. صباح الخير. شو اللي جاب؟ بصوت أعلى. صباح الخير. طبعا الإجابة صحيحة. صباح الخير. أكيد الإجابة صحيحة. وطبعا الإجابة صحيحة. ألف مبروك للصديقات همس و تفضلي. هذه الهدية الخاصة بك. عفوا يا حلوة. طبعا الهدايا يا محمد مقدمة من دوحة الأطفال. طبعا أهم شيء أقوم به عند الصباح، طبعا أغسل وجهي وفرش أسناني، أتناول الطعام، وطبعا أهم شيء أن أقول صباح الخير لبعض. صح؟ صح. صباح الخير محمد. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. أكيد أصدقائي طبعا لعبنا اللعبة الأولى
وطبعا اشياء كثيره يفعلها ذكي، ولكن اخترنا فقط اربعه. يلا يا ذكي يلا يا محمد سنبدا بسحب الارقام من جديد. يلا جاهزين؟ يلا و لنرى 29 36 2 كم 21 الرقم؟ 38 من ايضا 39 اما الرقم فهو 29 29 يلا الرقم الثاني يلا الرقم الثاني عندي عندي انا بسحب الرقم الثاني الرقم الثاني مع محمد الرقم الثاني الرقم الثاني 24 21 38 الرقم 3 اهلا وسهلا محمد تفضل شكرا السلام عليكم اخبارك؟ بخير شو اسمك؟ نورة نورة عشت الاسامي يا نورة نورة كم عمرك؟ سبعة سبع سنين العمر كله نورة تحبين الكتب؟ أنا أقرأ الكتب ها؟ أنا أقرأ الكتب تكرهينها؟ ليش؟ احنا هني اليوم معرض الكتاب لازم احنا نحب الكتب أحب. أقرأ الكتب عفوا انت تقرين الكتب انا سمعت الشيء ثاني تقرين الكتب شنو اكثر نوع من الكتب اللي انت تحبينه شنو كلها. القصص كلها ها كلها كلها اوكي نورة ايش رايك في المكان اللي احنا موجودين فيه دوحة الاطفال اكثر مكان عجبتك في دوحة الاطفال السفر الى الفضاء او ان انت تكونين دكتورة او تمارسين النشاط البدني او تحبين الرسم والفنون البصرية أحب أكون الأبلة الأبلة أوه حلو الأبلة شكرا يا نورة يعطيك العافية والآن بتشاركين معانا تفوزين أوكي بتفوزين معانا اليوم اتفقنا إن شاء الله يلا يا محمد إذا سنتعرف على صديقة معي هنا معي أسيل أسيل بصوت أعلى كيف الحال؟ بخير بخير أسيل هذا أول يوم لك هنا في معرض الكتاب؟ لا كم مرة أتيت إلى معرض الكتاب؟ خمس مرات خمس مرات هل قرأت الكتب هنا؟ نعم وهل اشتريت أحدها؟ اشتريت سلسلة كاملة سلسلة كاملة جميل جدا طيب ما هي أجمل الكتب بالنسبة لك؟ أو القصص التي تحبين أن تقرأيها؟ سلسلة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام وماذا أيضا الكتب القصص أي نوع من القصص تحبين؟ أو أي نوع من الكتب؟ تحبين الكتب العلمية، القصص، القصص الواقعية، القصص البوليسية، ماذا تحبين؟ القصص الواقعية القصص الواقعية، هل قرأت قصة مؤخراً؟ نعم ماذا كانت؟ كانت تتحدث عن حياة سيدنا محمد وكانت يعني المكان اللي هو كان موجود فيه هو اللي يتحدث مثلاً لما كان في مكة المكرمة كانت تقول القصة أولاً أنا مكة وهذه الأشياء جميل جداً طيب يا همس أنت همس أنا عفواً 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 يا أسير أسير اليوم عندي أن نحن سنشارك مع بعض في تحدي جديد ما رأيك أن نبدأ بهذا التحدي الآن؟ حسناً يلا تفضل إلى هنا محمد ما رأيك بأن نقوم بتحدي أيضاً اليوم الآن؟ تحدي حرف ورقم حرف ورقم يا الله تحدي المفضل حرف ورقم هو من افضل التحديات بالنسبه تعرفين تحدي حرف ورقم تعرفين لعبة حرف ورقم قليل معنا ولا اشرح لك قليل الحروف والارقام اوكي انظري ركزوا معي اصدقائي عندنا الارقام من واحد الى اربعه اخر رقم اربعه واول رقم واحد والرقم لازم ما يتكرر لا افقيا ولا عموديا اوكي يلا جاهزه جاهزة؟ طيب يلا إذا يا محمد العد العكسي الآن ثلاثة اثنين واحد يلا إذا لا يجب أن نتكرر الرقم لا أفقيا ولا عموديا من واحد إلى أربعة فقط اسمعيهم يمكنك أن أربعة قولي جاوبي أربعة اثنين حرف الباء قد يقدر جاوبك أربعة 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 قالت أربعة حرف الباء أربعة اوكي حلو صحيح يلا تابعي حرف الحاء او الشين حاء او الشين اختاري حرف وقولي لنا ثلاثة اي واحد شين ام حاء؟ شين حرف الشين لا 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 تابعي حاء ثلاثة الشين حرف الحاء كم؟ حرف الحاء ثلاثة ثلاثة حرف الحاء ثلاثة ثلاثة ايوه صحيح حرف الدال يلا حرف الدال حرف الدال عندنا واحد ثلاثة واثنين يلا أسرع أسرع حط الدال اثنين
أربعة 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 أيضا يا أربعة أوكي صحيح يا الراء أسيد يلا حرف الراء واحد واحد أسيد واحد صحيح يلا يلا حرف الشين حرف الشين أربعة شين أربعة حرف الشين أربعة يلا حرف الضاد أيوة يلا آخر حرف الضاد حرف الضاد باليدين باليدين ثلاثة ثلاثة إجابة صحيحة إجابة صحيحة وألف مبروك صديقات ألف مبروك لك يا أسير شكرا تفضل يا أسير أهلا وسهلا بك طبعا نذكر بأن الهدايا مقدمة من دوحة الأطفال أهلا وسهلا بكل الأصدقاء وألف مبروك لكل الأصدقاء الذين فازوا معنا حتى الآن محمد أكيد أصدقائنا كما عودناكم في الفقرة الثالثة والأخيرة راح نستضيف كاتب مميز من الكتاب الموجودين في مركز أدب الطفل خلوكم معانا للفقرة الثالثة والأخيرة عشان تتعرفون عليه أما الآن نقدر نقول لكم لا تروحوا بعيد إحنا راجعين أهلاً وسهلاً أصدقائنا من جديد وصلنا معاكم إلى الفقرة والثالثة والأخيرة من برنامجكم برنامج الأصدقاء الحلقات الخاصة في معرض الكتاب بنسختها 33 تعودنا أصدقائي نستضيف واحد من الكتاب الموجودين عندنا من الكتاب طبعاً مركز أدب الطفل في دار نبجة واليوم معانا كاتب مميز خلنا نتعرف عليه ونتعرف على قصته أهلاً وسهلاً بارك يا علي خير الحمد لله طيب اهلا وسهلا منورنا هنا في استوديو برنامج الاصدقاء الحلقات الخاصه واكيد اهلا وسهلا فيك يا ذكي تذكرتني يا محمد انا اسف يا ذكي انت تذكرتك اهلا وسهلا بك يا محمد واهلا وسهلا طبعا بعلي ورحب بك من جديد عرفتني الكتاب يا علي علي عرفها الاصدقاء عن نفسك لو سمحت انا اسمي علي حسن الكعبي في مدرسه اوفاز العالميه اهلا وسهلا علي انت اليوم لماذا انت موجود هنا في معرض الكتاب لأعرض لكم قصتي اللي كتبتها طبعاً اليوم أنت معنا هذا الكتاب يا محمد شول وبلبل ليش شول وبلبل؟ شنو يعني فكرة القصة بشكل عام؟ فكرة القصة أن شول اللي الناقة أوكي. وبلبل الطائر أوكي وشنو صار في أحداث القصة يا علي؟ خبرنا شوي صار أن كان في روضة خضراء جميلة أوكي وبعدين يا وقت التخييم فناس الحين يحطون الخيام فبعدين شافوا ان الناس اللي حطوا الخيام ما ينظفون المكان وبعدين شنو صار في النهايه وفي النهايه اتصلوا البلديه يساعدونهم ان ينظفون المكان بشكل عام يا صديقنا علي حسن الكعبي ليش سويت القصه بمناسبه ايش بمناسبة اكسبو تحت شعار صحراء خضراء بيئة أفضل. اوكي وهو يتكلم عن محور الاكسبو الا وهو الاستدامة. بشكل عام اللي صار نهاية القصة ساعدوكم وزارة البلدية مشكورين طبعا هم كانوا أبطال القصة وساعدوك وكانت بعدين في النهاية المكان كان نظيف. صح؟ صح؟ لا يعرف القصة محمد قرأت الكتاب يا محمد أنا وصلت حق صديقي علي حسن الكعبي وحين قرأته قبل شوية قبل ما نبتدي جميل جدا طيب طبعا يا علي هذا الكتاب ونذكر الأصدقاء بأن هذا الكتاب كتاب علي شول وبلبل موجود طبعا في دار نبجة هنا في دوحة الأطفال وهو أيضا موجود في مكتبة أو في مركز أدب الطفل وطبعا علي وكل الأصدقاء الكتاب الصغار موجودين لكي يوقعوا لكم إذا أردتم الحصول على هذا الكتاب أو أي قصة مع توقيع من قصص الأطفال مع توقيع طبعا أكيد. مع توقيع موجودين هنا محمد الآن انتهينا من الكتاب ولكن وصلنا إلى فقرة التحدي مع علي أكيد يا صديقي علي أنا بعلمك بشيء احنا لما نستضيف واحد من الكتاب ما نستضيف فقط عن كتابه لكن ايضا يشارك معنا في المسابقه ويفوز اتفقنا جاهز يلا حيا اذا التحدي هو كلمه السر تفضل يا علي الى هنا تفضل يا علي
خلينا نشوف مع بعض على الشاشة كلمة السر. يلا ساعدوا علي. اوكي ساعدوا أوكي. علي طبعا أشرح. الكلمات هنا لدينا الحروف المبعثرة وكلها لها ارتباط بفصل الشتاء. عليك ان تعرف ما هي الكلمات الموجودة في هذه الشبكة. جاهز؟ جاهزون للمساعدة؟ ساعدوا. جاهزون؟ أيوة. إذن عليكم أن تعرفوا ما هي الكلمات الموجودة هنا وهي كلها لها ارتباط مباشر بفصل الشتاء. الشتاء. يلا ثلاثة اثنين واحد تفضل يا علي ابدأ انظر يلا من الحروف المبعثرة. يلا ساعدوا علي. كلمات لها علاقة بفصل الشتاء. فكروا جيدا. ساعدوا ساعدوا علي. قبعة. ماذا؟ ماذا؟ قبعة ولا لا قبعة. قبعة؟ قبعة لنرى. قبعة. قبعة صحيح يلا. الكلمة الأولى. كلمة. يلا تابع. يلا ساعدوه ساعدوه. ساعدو. كلمة لها علاقة في فصل الشتاء. برد. برد برد موجودة؟ ايوه صحيح يلا غلط لك شيء. انظر جيدا صوت اعلى شنو صح ها علي اسمع 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 من عندهم ثلوج ثلوج لا ولكن انظر انظر جيدا خلص لك كلمة اخرى ثلوج طبعا ثلوج. الثلوج هي موجودة ايضا الحمد لله قالت لك كلمة سهل المساعدة من الأصدقاء علي علي وشاح 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 موجود الوشاح موجود علي علي شوف ها لا لا يا محمد يلا قولوا له قولوا له قفاز 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 موجود قول له قول له قول له تبقى لديك ثلاث كلمات يلا ساعدوه ساعة ساعة برق 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 وأيضا لدينا برق لدينا برق 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 طبعا لدينا آخر برق. كلمة الكلمة الأخيرة ما هي الكلمة الأخيرة؟ اسمع الأصدقاء طارق طارق شنو شنو؟ أمطار مطار مطار ليس مطار انتبه انتبه طبعا نحن نذهب الى المطار في فصل الشتاء مطار انظر جيدا يا علي انظر جيدا يا علي امطار 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 ايوه يلا صحيحة الان يا علي وصلنا الى كلمة السر لدينا الحرف الف لام راء د وعاء ما هي الكلمة السر؟ اه الدر اجمع الحروف الدر هاي كلمة اجمع الحروف الدر اجمع الحروف الف راء العرب الف لام راء وعاء ودال يلا العرب العرب الرعد فصل الشتاء فصل الرعد الرعد لنرى الرعد وهي اجابة صحيحة صفقوا حق علي صفقوا حق نفسكم صفقوا لعلي وعلي انت عليك ان تصفق ايضا للاصدقاء اللي ساعدوك شكرا يعني. لكل الاصدقاء ولهذه المساعده ونذكر دائما يا محمد بان التعاون هو سر النجاح اكيد التعاون سر النجاح علي تفضل لتحصل على الهديه التذكاريه من محمد تفضل يا صديقي علي وبالتوفيق ان شاء الله في مستقبلك ككاتب ومؤلف يعطيك العافيه علي الف مبروك يا علي وشكرا وكل التوفيق ان شاء الله في, في المشاريع القادمه يلا دور القرعة من جديد يلا قرعة يلا وين الأرقام جاهزين يلا أشوف 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 الرقم الأول أوب سنضع هذا هنا وهذا هو اقعد 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 الرقم هو ستة أهلا وسهلا أما الرقم الثاني ها كم الرقم الثاني؟ يلا الرقم الثاني هو 29 او 26 كم ها كم؟ 39 36 31 32 32 اهلا وسهلا
دكي ممكن المايك لو سمحت؟ شكرا يا دكي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ما اسمك؟ صبا. صبا صبا نريد صوت عالي مرتفع. صبا اهلا وسهلا بك يا صبا. صبا كم عمرك؟ 9 سنوات. 9 سنوات. صبا في اي صف انت؟ الصف الرابع. تحبين القراءة والكتابة؟ نعم. اي نوع من الكتابة تحبين او اي نوع من الكتب تحبين؟ الانواع التي تتحدث عن العلم والآداب والأخلاق الجيدة. جميل جدا. طيب هل قرأت كتاب أو قصة مؤخرا؟ نعم عن الرسول. عن الرسول. عن الرسول أيضا. هل يمكن أن تخبر الأصدقاء ماذا كان محتوى القصة؟ كان رسول الله يمشي وكان قومه يضربونه بالحجارة، وبعد ذلك وهو في الهجرة كان ينقذه أبو بكر الصديق. ماذا نستفيد من هذه القصة؟ نستفيد أن يكون الرسول قدوة لنا. جميل جدا، قدوة في الأخلاق. نعم. جميل جدا. طيب يلا يا محمد. السلام عليكم. تفضل يا لهنا. عليكم السلام. أخبارك؟ خير. شو اسمك؟ فاطمة. فاطمة. فاطمة اليوم أختك فازت معنا، أختك الصغيرة سارة، صح؟ صح. وأنت اليوم شاركة معنا وإن شاء الله بتفوزين. فاطمة شنو أكثر شيء قسم عجبك هني من الأقسام اللي موجودة في دوحة الأطفال؟ الفنون البصرية. الفنون البصرية. ورحتي جربتي؟ جربين أنت وحظة؟ تروحين تجربين؟ تعلمين على أنواع الفنون البصرية. أوكي، بالتوفيق يا فاطمة وإن شاء الله اليوم تفوزين معنا. يلا يا ذكي. يلا محمد، بما أن الوقت شرف على الانتهاء سنقوم، وخاصة بأن صديقة، عفوا الاسم، صبا. صبا تحب العلوم. أوكي. فلدينا الغاز. يلا الغاز. جاهزة يا صبا؟ نعم. السؤال يقول، أو اللغز هو، في يوم مشمس ذهبت إلى المكتبة واشتريت كتب بقيمة 100 ريال. اشتريت كتب بقيمة 100 ريال، ولكن كان عليها خصم 10%، وحصلت على هدية أيضا بقيمة 50 ريال، فكم هو المبلغ الذي دفعته؟ 140. لا. يلا سأعيد السؤال. يلا. السؤال هو، اشتريت كتب بقيمة 100 ريال ولكن كان عليها خصم 10%، وحصلت أيضا على هدية بقيمة 50 ريال، فكم هو المبلغ الذي أنفقته أو دفعته؟ حصلت هدية ب50. لحظة يا محمد. أوكي. لا محمد، أنا سأعاقبه اليوم لأنه يساعد كثيرا. اسمعوني، كان لا. عندكم 100 ريال، انتوا الاثنين تساعدوا بعض تفوزون 100 ريال. يلا. وكان على ال100 خصم. ما هي الاجابه؟ 10% بس. يلا. وحصلتي هديه ب50. ما هي الاجابه اصدقائي؟ كم هنا؟ يلا. في يوم مشمس ذهبت الى المكتبه 90. اشتريت كتب بقيمه 100 ريال وعليها خصم 10%. كم؟ وحصلت على هديه بقيمه 50 ريال، ما هو المبلغ الذي دفعته أو أنفقته؟ هل هو 10 ريال، 140، أم 90؟ 140. مئة وأربعون تقول صبا. كم تقولين؟ 90. ما هي الإجابة الصحيحة؟ 90 أو 140؟ 90. الكل يقول 90 يا محمد. 90. والإجابة هي 90. صحيحة. 90 ريال. الهدية كانت فقط هدية، لم يدفع منها شيء. 50. ما شاء الله. مبروك لك يا صبا. تفضل عطلة أصدقائي يا ذكي، روحي. تفضلي يا فاطمة. تفضلي. ألف مبروك لك. ألف مبروك. يلا. ألف مبروك طبعا للأصدقاء، لكل الأصدقاء الذين شاركوا معنا حتى الآن. والآن سحب سريع الأصدقاء ليفوزوا مباشرة بهدية من دون أن يشاركوا بأي مسابقة. هدية على طول. هو 31. 31. تفضل يا محمد. يلا تفضل. تعرف بسرعة على الأصدقاء الاسم. أما الرقم الثاني فهو 24. شو اسمك؟ شايع. 24 غير موجود. يلا رقم ثاني بسرعة بسرعة بسرعة. ألف مبروك يا شايعة. 39. يلا تفضل يا ذكي. تعرفني على صديقة شايعة وهي اليوم فازت معنا. ألف مبروك يا شايعة. ما اسمك؟ I don't understand. What is your name? أزلان.
أزلان، أهلا وسهلا بك يا أزلان، ألف مبروك. طبعا يا محمد نحن وصلنا الآن إلى ختام هذه الحلقة. طبعا أصدقائي نذكركم بأننا موجودين يوميا هنا على مسرح دوحة الأطفال في معرض الكتاب من الساعة 4 حتى الساعة 5 عصرا حتى يوم السبت 18 من شهر مايو. أكيد أصدقائنا خلوكم معانا يوميا على نفس الموعد من الساعة 4 لين الساعة 5، وإذا حبيتوا تشاركونا أصدقائنا ما عليكم سوى التواجد هنا الساعة 3:30 تحصلون على الأرقام وتشاركون معنا. وطبعا انتهى وقتنا لهذا اليوم ونقدر نقول لكم إلى اللقاء. مع السلامة.